اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف الحديث الأول وهو خطبه لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام خطبها ويمجد الله سبحانه وتعالى وينزهه فيها وصلنا الى هذا المقطع في تمجيد الله وتنزيهه بان الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء أما علمه فكل شيء منكشف لله سبحانه وتعالى بس حقيقة علم الله سبحانه وتعالى ما هي؟ هذه الحقيقة مخفية لا يمكن أن ندرك كنح علم الله سبحانه وتعالى لأننا لا يمكننا أن ندرك كنح حقائق الأشياء حتى الأشياء المادية فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي هو غير مادي ومجرد عن الماده ومنزه عن ان يكون جسما، لكن هذا المقدار يمكننا ان نتعقله ان الاشياء الله سبحانه وتعالى لا يجهل بها. نحن سعة علمنا محدوده. وقل رب زدني علما. وسائل تلقينا للعلم هذه الحواس الخمس التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الانسان، وكذلك العقل وقوى الادراك الباطنيه. {والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا} الطفل حينما يولد هو جاهل بكل شيء لا تعلمون شيئا تتمه الايه وجعل لكم السمع والابصار والافئده جعل لكم سمع تسمعون به الاشياء هذا طريق للعلم والبصر وهو ايضا طريق للعلم الانسان يرى الاشياء ثم هذا السمع والبصر ينقل المعلومات الى الفؤاد فالانسان بقلبه يدرك الحقائق تدريجا هسه المراد بالفؤاد شنو هو هل هو هذا القلب الذي في الصدر او المراد به الدماغ او المراد به الروح فهذا بحث اخر وقد بحثنا فيه فيما مضى الله سبحانه وتعالى لانه الكمال المطلق فلا مجال للجهل في ذاته عز وجل. فكل ما يجري في هذا الكون الله سبحانه وتعالى عالم به، لا بمعنى حدوث العلم. وانما بمعنى ان الله سبحانه وتعالى منذ الازل يعلم بكل ما يجري قبل ان يجري، ولذلك في حديث اخر: في تمجيد الله سبحانه وتعالى الإمام يقول: عالم إذ لا معلوم. يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، كان الله ولم يكن معه شيء. هو عالم بكل ما يجري وبكل ما لا يجري، لأن الله سبحانه وتعالى عالم. بما كان وما يكون وما هو كائن وعالم بما لم يكن لذا علم الله سبحانه وتعالى ليست له نهاية وليست له حدود نحن علومنا محدودة الآن أعلم العلماء في أي اختصاص من الاختصاصات إذا تسأل ما مقدار درجة علمك بمقدار درجة جهلك يقول المسافه ابعد من قطره في محيط المحيط هذا فيه مليارات مليارات القطرات علم الاعلم العلماء في اي مجال النسبه بين معلوماته ومجهولاته اكبر من النسبه بين قطره والمحيط او ذره والصحاره لأن مجهولات الإنسان كثيرة جدا وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لأنه المعلومات لا تعد ولا تحصى والإنسان محدود فكلما تلقى من المعلومات تكون محدودة وكلما تعمق أيضا هذا تعمق يكون محدود محدود بحدود هذا الإنسان بحدود ما تلقاه من معلومات ومن حده ذكائه وفطنته وتعمقه فيبقى دائره علمه محدوده اما الله سبحانه وتعالى وجوده لا حد له وعلمه عين ذاته فعلم الله سبحانه وتعالى لا حد له فالله يعلم بما سيكون وما هو كائن وما كان وما لم يكن هذا من جهه من جهه اخرى الله سبحانه وتعالى خالق الاشياء ولا يعقل ان يكون الخالق جاهلا بما يصنعه بما يخلقه نحن الان حينما مثلا ننظر حوالينا نرى هناك اجهزه وهناك اشياء صنعها البشر هل هناك عاقل يتصور ان الذي صنع هذا الجهاز هو جاهل بخصوصياته كلا الذي صنع الجهاز عالم به الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق فلا يعقل ان يكون جاهلا والعياذ بالله والذين زعموا ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بعض الامور والعياذ بالله من زعمهم ومن كلامهم هؤلاء انحرفوا وفي يوم القيامه يحاسبون على انحرافهم الذي كان سببه عدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون يعني هؤلاء كانوا يظنون ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم مخفيات الامور في دوائر مغلقه وفي اماكن سريه وفعلوا ما فعلوا في الخفيه الله لا يعلم كما يزعمون فلا يحاسبهم ولا يعاقبهم لكن في يوم القيامه حينما يجدون الحساب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها كل شيء موجود وكل صغير وكبير مستطر انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يجدون كل شيء امامهم يقولون يا ويلتنا وذلكم ظنكم الذي ظننتم عدم معرفتكم بالله سبحانه وتعالى وزعمكم ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثير مما تعملون ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. وبعدين يستغيثون يطلبون الرضا فما هم من المعتبين. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني يطلبون الرضا والله سبحانه وتعالى لا يرضى عنهم لعدم قابليتهم لرضاه سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو عالم بكل التفاصيل. وأيضا الله سبحانه وتعالى كمال مطلق لا حدود له، فعلمه لا حدود له. حتى الأشياء التي لم يخلقها هو عالم بها العالم بما لم يكن يعني الآن نحن بعض الأحيان نفترض افتراضات أفرض مثلا إذا الحاكم الفلاني ما كان يشن حرب هذه الحرب التي حصدت الألوف ومئات الألوف وأولئك كانوا أحياء وكانوا يتزاوجون، وكانوا يتناسلون، وكانوا يعمرون الديار، وكانوا يعملون. كيف كانت البلاد؟ طبعا مليارات ومئات مليارات القضايا تختلف. ذولا اللي قتلوا كانوا احياء، كانوا يعملون اعمال، يتزاوجون، يتوالدون. كان كثير من الامور تختلف، مليارات مليارات الامور الى ما لا نهايه. لان انت تفرض كل حدث اذا لم يحدث يستتبع عدم حدوث مئات، الوف، ملايين، مليارات الاحداث الاخرى. واذا حدث كان يقع يستتبع ايضا كذلك احداث كثيره وهذا لا نهايه له، الله سبحانه وتعالى عالم بكل هذه الفروض. طبعا بحث اخر موجود وقد اشرنا اليه سابقا ان بعض المتكلمين والفلاسفه قالوا بان علم الله سبحانه وتعالى حضوري لانهم يقسمون العلم الى قسمين قسم علم حصولي والقسم الاخر علم حضوري العلم الحضوري كعلم الانسان بنفسه انا اعلم بنفسي هذه ليست صوره تحدث في ذهني فانا اعلم بنفسي وإنما حضور النفس حضور المعلوم لدى العالم هذا العلم الحضوري وهناك علم حصولي يعني أنت ترى صور الأشياء تنطبع في ذهنك فتعلم بها، يعني هاي الأشياء اللي إحنا نراها ما هي؟ هناك نور حسب ما يقول العلم الحديث يصطدم بالأجسام وهذا النور يرجع كصورة إلى العين والعين تنقل هذه الصورة عبر شبكة الأعصاب إلى الدماغ، فالإنسان يرى الأشياء ويعلم بها. هذا علم حصولي، يعني صورة الشيء حصلت لدى ذهن الإنسان ولدى نفس الإنسان فعلم بها. فيقولون العلم إما حصولي إما حضوري. ثم بعد ذلك يحاولون تطبيق العلم الحضوري على الله سبحانه وتعالى ويزعمون ان علم الله حضوريا يعني الاشياء حاضره لديه لا يحتاج الى صورتها لانه الغني المطلق والاعتقاد بالعلم الحضوري في الله سبحانه وتعالى فيه توالي فاسده كثيره من جملتها استلزام وجود الاشياء من الازل لان الله من الازل عالم بالاشياء إذا العلم حضوري يعني حضور الأشياء من الأزل لدى الله سبحانه وتعالى فهذا الكلام يستلزم قدم العالم وقدم الأشياء كلها وهذا تالي فاسد لأننا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء ثم خلق الأشياء لا أنه علة للأشياء منذ الأزل فإذا علم الله سبحانه وتعالى أيضا ليس حضوريا فما هو علمه؟ الجواب نحن لا ندري. نعلم بان الله عالم، لكن حقيقة هذا العلم لا ندري هذه الحقيقة والكنه، لاننا لا يمكن ان ندرك حقيقة ذات الله والعلم عين ذاته. كما ذكرنا احنا حتى الممكنات المخلوقات لا نعلم حقيقتها. فما بالك بالاشياء التي هي اجسام لطيفة. الملائكه والجن وما الى ذلك وما بالك بالشيء الذي هو ليس بمادي يعني الله سبحانه وتعالى حقيقته غير واضحه لدينا من غير منكشف نعلم بوجوده نعلم بتحليه بالصفات الكماليه ونعلم تنزهه عن الصفات التي فيها نقص والرذائل الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك ومتحلي بالصفات الكماليه سواء من صفات الذات او من صفات الفعل. لكن حقيقتها المقدار اللي احنا نتعقله كما يظهر من بعض الروايات ان الله عالم ما هو حقيقه العلم لا نتمكن ان ندرك ذلك الا بهذا المقدار ان الله ليس بجاهل. الله قادر ما حقيقه قدرته؟ لا يتمكن لا نتمكن ان ندرك حقيقه قدره الله. المقدار اللي نتمكن من ادراكه ان الله ليس بعاجز. الله سبحانه وتعالى حي ما هي حقيقة حياة الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكننا ان ندرك حقيقة حياة الله، وانما المقدار الذي نتعقله ان الله سبحانه وتعالى ليس بميت. فإذا الله سبحانه وتعالى علمه شمل كل الموجودات وغير الموجودات قبل أن تخلق وحينما خلقت وبعد أن تفنى علمه لا يتغير المعلوم يتغير المثال يمثله بعض المتكلمين يقولون إذا هناك سراج كمثال سراج هذا السراج أضاء هذه الغرفة إذا شخص دخل في هذه الغرفة أو وضعنا شيئا في هذه الغرفة ثم خرج هذا الشخص او ثم اخرجنا هذا الشيء من الغرفه، هنا الشيء تغير، زيد دخل في الغرفه وخرج، هذا الكتاب وضع في الغرفه ثم اخرج، السراج لم يتغير، الضوء لم يتغير، الضوء كان يشع منه نور والنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره. فاظهر الاشياء الاشياء تغيرت مو ان النور تغير هذا مثال تقريبي المعلومات تتغير العلم لا يتغير يعني الانسان لم يكن موجودا ثم وجد ثم يموت الانسان ده يتغير لا ان علم الله سبحانه وتعالى هو الذي يتغير لان الله لا يتغير وفي هذا في هذه الخطبه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يبين هذا الامر ان ذات الله سبحانه وتعالى لا تغير فيها لان التغير يلازم الامكان والله سبحانه وتعالى قديم واجب الوجود حسب اصطلاح المتكلمين مو انه شيء لم يكن ثم كان بحيث انه يمكن عليه العدم كلا الله سبحانه وتعالى وجوده ضروري ففي هذا المقطع من الخطبه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يذكر علم الله سبحانه وتعالى يقول لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء في هذا الفضاء الرحب هناك موجودات كثيره توجد اجسام كثيفه لكن لصغرها لا نراها أنتم شايفين بعض الأحيان غرفة مظلمة هذه الغرفة المظلمة في جدارها ثقب يدخل نور من هذا الثقب إلى هذه الغرفة عندما تنظر إلى شعاع هذا النور ترى ذرات صغيرة هذه الصر... الذرات الصغيرة يعبر عنها بالهباء، وجمعها هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني كهذا الهباء الهباء هذه الذرة الصغيرة التي تراها حينما يشع النور من ثقب في مكان مظلم طبعا هذه الهباء والهباء موجود في كل مكان لكن لصغره لا نراه إلا إذا كان هناك مكان مظلم وإشعاع من نور في هذا النور نرى هذه حباء وهذا الهباء هذه أجسام لكنها أجسام صغيرة جدا عين الإنسان لا يدركها لذلك بعض الأحيان الميكروسكوب يوضع تحته أشياء فهذه الأشياء لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بالميكروسكوب أكو بعض الميكروسكوبات تكبر الشيء مليون مرة أنت لا ترى الميكروب ولا الذرة ولا الخلية لكن عبر الميكروسكوب قد تراها فهي موجودة وهي أجسام لكن لصغرها عين الإنسان لا تراها لأن عين الإنسان لها حدود وكل حواس الإنسان لها حدود سمع الإنسان أيضا له حدود لذا بعض الأصوات نحن لا نسمعها لكن بعض الموجودات الاخرى من الحيوانات سمعها يختلف عن سمع الانسان فقد تسمع اصوات نحن لا نسمعها وكذلك في الرؤيه وكذلك في الشم وكذلك في سار الحواس هذه اجسام صغيره توجد هناك اجسام لطيفه هذا الفضاء الرحب مليء بالملائكه كل واحد منا حوله ملكان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملك على الطرف الأيسر وملك على الطرف الأيمن والملائكة أجسام ليست مجردات كما يزعم البعض أجسام لكن أجسام لطيفة لا تدرك بالحواس هذه موجودة المدبرات أمر من الملائكة تدبر أمور الكون وهي الواقع العلل والمعاليل الطبيعية هي الظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا المدبرات امرا هي الملائكة التي امرها الله سبحانه وتعالى ان تدبر الامور متقارنة مع الاسباب الطبيعية اللي هي الاسباب الطبيعية اسباب ظاهرية والواقع تدبير الملائكة باذن وامر من الله سبحانه وتعالى هذا مليء بالملائكة هناك شياطين ايضا من الجن نحن لا نرى الجن لأنها أجسام لطيفة والشياطين أيضا من نوع من أنواع الجن فسقت الجن هم لأن الجن المؤمنون منهم ليسوا شياطين فسقط الجن هم الشياطين, هم الشياطين أيضا قد يكون حولنا الشياطين كل شيطان يريد أن يظل ابن آدم هناك بعض الشياطين خصصوا لكل إنسان كما في الأحاديث وهناك شياطين لا لهم مهام اخرى بتكليف من كبيرهم ابليس. وهكذا وهلم جرا من موجودات من قوانين طبيعيه امواج هذا الكون مليء بالامواج. الله سبحانه وتعالى يعلم بكل هذه الامور التي هي غائبه عن حواسنا لكنها ليست غائبه. عن الله سبحانه وتعالى، اصلا قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق يعلم بكل هذه الامور، حتى الامور التي تغيب عن حواس الانسان، لان الله عالم الغيب والشهاده. الغيب والشهاده بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى سيان، بالنسبه لدينا هذه الامور مغيبات، لكن بالنسبه لله سبحانه وتعالى لا فرق بين الغيب والشهاده، لانه علمه محيط بكل الاشياء. إذا الإمام يقول لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء الهواء ذكرنا بالمقصود الفضاء الرحب وليس خصوص هذا النسيم أو الهواء الذي هو مكون من غازات مختلفة مخفية فيه أمور جسمية كثيفة أجسام لطيفة كلها الله سبحانه وتعالى يعلم بها، قوانين طبيعيه، امواج، كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلم به. لم يعزب يعني لم يخفى. في الايه الشريفه في سوره يونس الله سبحانه وتعالى يقول: "وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء". مثقال ذره، مثقال يعني وزن، هذه الذره التي ترى من الهباء، ترى من ثقب الجدار في النور. الذي يعبر عنها بالحباء وجمعها هباء ما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك الان العلم الحديث اكتشف الميكروبات الفيروسات هناك اجزاء صغيره جدا الخلايا واصغر من الخليه الذرات واصغر من الذره اجزاء الذره الالكترون والنيوترون مثلا. وايضا هذه قد تكون مركبه ايضا هذه اجزاء الذره. لعله العلم الحديث لحد الان لم يصل الى ذلك. وقد يصل الى ذلك في المستقبل. ولا وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. يعني الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ في لوح المحو والاثبات في القران الكريم هذه العلوم قد اودعها كل شيء موجود فيه ومن قبل ان يخلق في ايه اخرى ذكرنا من قبل ان نبراها قبل الخلق الله سبحانه وتعالى قد سجل كل ذلك في الكتاب ولا غوامض مكنون ظلم الدجا. الدجا جمع دجيه يعني الظلمه الشديده، ظلام دامس. نحن لا نرى الاشياء في الظلام الدامس، لماذا؟ لأن رؤيتنا للاشياء تتوقف على وجود النور كما ذكرنا، النور يصطدم بالاشياء ثم تلتقط عيننا أشعة النور وتنقله إلى الدماغ فنرى الأشياء يعني صور الأشياء. طبعاً عين الإنسان لها حدود. إذا في الظلام الدامس يوجد هناك شيء من النور لكن عيننا لا تدرك ذلك. بعض الحيوانات عينها تلتقط هذا النور الذي لا يلتقطه عيننا. مثلاً البومة ترى في الليل، لماذا ترى في الليل؟ ليس لان رؤيتها تختلف عن رؤيتنا، لا الرؤيه هي واحده اصطدام النور بالاجسام وانعكاس النور في العيون. لكن النور الخافت جدا نحن لا نشعر به. لكن الله سبحانه وتعالى خلق عين البومه بطريقه اللي هذا النور الخافت تلتقطه. مثل الان بعض الكاميرات مثلا من أشعة ما دون الحمراء. هذه تلتقط النور الموجود الذي لا يلتقطه الحين كل شيء غامض مخفي مستور في ظلم الليل الله سبحانه وتعالى يعلم به لان الله ليس علمه عن طريق الرؤيه الاشياء بانعكاس النور مثلا علم الله سبحانه وتعالى اشرف واعلى من علومنا بل علم الله عين ذاته فلذلك لا يوجد شيء مخفي ليل نهار ظلمه ضياء كذا هذه كلها نسبتها الى الله سبحانه وتعالى نسبه واحده الاجسام ومنها نحن لنا حدود الله سبحانه وتعالى لا حدود له فعلمه ايضا لا حدود له وله ما في السماوات العلى الى الارضين السفلى هذا وجه اخر لبيان علم الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلق هذه الاشياء. هذه الذره الصغيره الاصغر منها الاكبر منها هذه الموجودات المختلفه الله خلقها. هل يعقل ان يكون خالق الشيء غير عالم به؟ لذا الامام يقول: لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجى ولا ما في السماوات العلى الى الاراضين السفلى. اس السماوات العلى لأن السماوات سبع كما في آيات كثيرة. الله سبحانه وتعالى خلق سماوات سبع وخلق أراضين سبع. اس شنو المقصود بالسماوات السبع؟ الاراضين السبع هذا فد بحث في علم التفسير يذكرونه وفي بعض الروايات اشارة اليه. هل كل ما نراه من هذا الكون من النجوم التي قد تبتعد عنا مليارات السنين؟ هل كل هذا هو السماء الاولى هذا البعض يقول البعض الاخر يقول لا المقصود بالسماوات السبع المنظومه الشمسيه يعني والاراضين السبع الارض والعطارد والزهره والمشتري وهكذا من الكواكب التي تدور حول الشمس المقصود بالاراضين السبع هذه وبالسماوات السبع مدارات هذه الكواكب وهذا لا ينافي وجود مخلوقات أخرى لله سبحانه وتعالى أعظم من المنظومة الشمسية لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه الله خلق سبع سماوات هذا مو معنى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا آخر الله خلق أراضين سبع هذا ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أراضي أخرى نجوم أخرى كواكب أخرى إثبات الشيء لا ينفي ما عداه نقول إن الله خلق زيدا هذا مو معنى أن الله لم يخلق عمرا فعلى كل حال أيا يكون معنى السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها فهو عالم بكل ما خلق ليس عالما فقط به بل حافظ له وهذا الإمام عليه الصلاة والسلام يذكره في تتمة الخطبة وسنتطرق إليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <applause>